اهلا بحضراتكم مرة ثانية، في الحقيقة عندنا كلام كثير جدا في بعض الملفات المهمة، أنا هبتدي بالتحديد بالنادي الأهلي لأن هو ده يعني الملف الأهم بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، وإحنا مقبلين على مباراة حاسمة وهامة جدا في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بإذن الله فريقنا يكون موفق فيها، دعوات كل المصريين إن شاء الله الأهلي يفوز بالبطولة الثالثة على التوالي وال 11 في تاريخ النادي، وعندنا ثقة كبيرة جدا في الجهاز الفني واللاعبين. فبالتالي أنا عايز ابتدي بقرارات مجلس إدارة النادي الأهلي امبارح اللي عقد بالأمس واللي يعني نتج عنه بعض القرارات الهامة جدا ونقولها لحضراتكم ونعيدها تاني على حضراتكم لأن هي مهمة في الحقيقة وهي بتتعلق أيضا بهذه المباراة المرتقبة مباراة الأهلي والوداد. رقم واحد أول قرار من اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي واحد الاستمرار في دعوة النادي القضائية أمام المحكمة الرياضية الدولية أيا كانت التداعيات المقبلة سلبا أو إيجابا يعني أيا كان إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية بالسلب أو بالإيجاب الأهلي مكمل في الدعوة دي وده حق مشروع جدا للنادي في الحقيقة مش عارف البعض مستغرب ليه من مطالبات النادي الأهلي البحث عن العدالة مش عارف ليه مستغربين حتى في بعض المصريين يعني المحللين والنقاد وكلام من ده مستغربين مش عارف ليه بصراحة لكن ملناش دعوة تاني حاجة أو بنكمل طبعا الخبر ده اللي مبدأ العدالة بعيدا عن أي خلافات وهمية والأهلي حاطت كلمة وهمية دي بين قوسين لأن, لأن طبعا البعض حاول ان هو يتكلم علي ان في مشاكل ما بين الأهلي و الوداد وكلام من ده والكلام ده غير حقيقي وهنجيله دلوقتي في هذا او هذه القرارات مع عندي شقيقه يتحدث البعض عنها خاصه وان الاتحاد الافريقي لم يرد على الطلبات المشروعه للنادي والتي تم ارسالها الى الكاف منذ اربعه ايام يعني الاهلي بعت من اربعه ايام من او خطابات للكاف حدش رد يعني برضو دي حاجه غريبه قوي مش عارف ليه يعني هو السبب الوحيد من وجهه نظري ان الكاف مش لاقي رد هيرد يقول ايه يعني هيرد يقول يا جماعه اصل احنا بصراحه عايزين ندي البطوله للوداد لا طبعا هو بين قوي ان هي فيها نوع من انواع الايه التحيز بشكل او باخر يعني فهم مش هيردوا يقولوا كده بس على الاقل